طيب السيشن الجاية making money with serious games. ليلى شكري، دكتور ليلى شكري. نسقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بشكركم على استضافتي وبشكر أستاذة ياسمين على دعوتي لنتكلم على سيريس جيمز النهاردة في الإيفنت الجميل ده. أول تقريبا حد يتكلم على سيريس جيمز يعني في مصر على حد علمي، فدي خطوة كبيرة جدا. والنهاردة هيكون في مسابقة بتاع سيريس جيمز اللي هي الجيتس عاملاها من ألمانيا، هتستمر لمدة يومين أظن. فدي انا شايفاها خطوه كبيره جدا في المجال ده عموما، زي ما هتشوفوا معايا النهارده ان شاء الله ان هو مجال كبير. وطيب السيشن بتاعتي بعنوان making money with serious games are you serious. كان في علامه استفهام نسيت تقولها، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. علامه الاستفهام ليه؟ يعني اولا انا عن نفسي ك developer of serious games يعني لسه ما وصلتش ان انا making money with serious games، ويعني لسه in the process يعني. الفكرة طب ليه انا بتكلم عن الموضوع ده؟ هو اي حد يعرفني كويس يعني عموما عارف ان انا يعني تقريبا من اعداء البيزنس، يعني مش اللي هو فكري مش بيزنس قوي. بحب research، بحب يعني البحث عموما في المجالات الجديدة، وكمان بحب اقدم رسالة من خلال الحاجة اللي بعملها وتكون حاجة تفيد المجتمع وتفيد الناس اللي حواليا. أنا عارفة إن النهاردة الإيفنت عن الجيمز، ومعظم الناس اللي جاية إن هي عايزة making money يعني. ليه هتكلم عن الموضوع ده؟ هتكلم عن الموضوع ده عشان فكرة الناس عامة عن serious games، أو لو هم أساسا سمعوا عن الكلمة يعني. أنا عارفة إن في ناس كتير ممكن تكون قرأت العنوان ويعني قرأت الماني وبعدين ما كملتش الباقي أصلا يعني، بس هي الكلام عن السيريس جيمز يعني هو الموضوع الاساسي النهارده. والمجال ده زي ما قلت ناس كتيره جدا واخده فكره عنه ان هو حاجه عموما اي حاجه هادفه او اي حاجه جاده، ان هي مش هيكون سهل قوي يحصل منها اي ربح او كسب ماديه. وان شاء الله هحاول عن طريق البرزنتيشنز يعني ان انا احاول اغير المفهوم ده شويه. زي ما قلت الناس عندها فكره ان يعني هو عموما بالذات في مصر يعني معظم الناس مستهلكين، واللي عايز يعني يكسب يعني يفتح كافيه ولا حاجه احسن بدل ما يقعد يتعب نفسه كتير. بس هو لا، هو الموضوع الدنيا بتتغير. عايزه من خلال الكلام ده النهارده ان شاء الله ان انا اي حد كان بيفكر ان هو يدخل في مجال السيريس جيمز وكان خايف او كان حاسس ان لا انا مش يعني الموضوع ده مش هيجيب همه يعني، ان انا اشجعه. انتوا ما شاء الله يعني عندكم كلكم حاجه كبيره ربنا مديها لنا، المهارات التقنيه اللي هي العالم كله محتاجها دلوقتي في مجال الجيم تكنولوجي، في مجال المالتي ميديا اكتر حاجات دلوقتي مستخدمه في يعني اكتر حاجات دلوقتي عليها طلب في العالم كله. طيب ليه؟ هو انا مش بقلل من الجيم تكنولوجي عموما، لان هي احنا لازم يكون لينا تواجد في اي حاجه مهمه في العالم، لازم يكون لينا تواجد ولازم نكون عندنا يعني تنافس كويس مع الناس. بس في حاجه برضو كويسه جدا ان احنا نحاول من خلال الجيم تكنولوجي دي ان هي ما تكونش مجرد انترتينمنت او متعه خلاص، نحاول نوصل بيها حاجه برضو، نحاول نحسن بيها المجتمع بتاعنا شويه، نحاول نوصل رساله. مش شرط ان انا الرساله بتاعتي تكون زي اي حد فيكم، وانا متاكده ان كل واحد فيكم حتى لو هو داخل الجيمنج عشان هو بيحب الجيمنج بس عنده فكره معينه نفسه يوصلها للناس، عنده حلم معين نفسه يتحقق، له هدف غير مجرد الانترتينمنت او فلوس. واللي هيخش سيريس جيمز عموما هيكون حد من الناس دي، الناس اللي هي عندها طموح عايزه تحققه وحاجه، ومعظم الناس عندها يعني انا متاكده ان كل واحد فيكم. ف
فده اللي شجعني بصراحة ان انا اتكلم في الموضوع ده عشان اي حد عايز يخش المجال ده يتشجع ان هو يخش المجال ده وهنشوفه دلوقتي ان شاء الله. طيب ليه اختاروني انا اللي هتكلم عن الموضوع ده؟ اولا انا اسمي ليلى شوكري من اسكندريه وانا اخذت يعني متخرجه من جي سي قسم ديجيتال ميديا انجينيرنج تكنولوجي كنت داخلها فول سكولرشيب من اسكندريه اصلا وبعدين اخذت الماجستير برضه من جي سي في مجال في نفس في المجال اللي انا بتكلم فيه النهارده رغم ان يعني انا كنت هندسه ما فيش تقريبا حد يعني غير من قسم هندسه عمل البحث بتاعه الماجستير في المجال ده بس زي ما قلت لكم طول عمري كان نفسي ان انا يعني اقدم رساله من خلال المالتي ميديا ده الباشن بتاعي بحبه جدا وفي الوقت ده كان وقت ما كنت بعمل ماجستير كان ولادي في سن قبل المدرسه وكنت بشوف في السن ده ان هم اللي مش بلاقي لهم موبايل ابلكيشنز بالعربي كتير ويكون تكون ممتعه وتكون في نفس الوقت الجوده بتاعتها عاليه ويقدروا يستفيدوا منها فهو ده اللي جاب لي الفكره ودورت على مشرف في الجي سي ولقيت واحد الماني مهتم بالموضوع ده وهو اللي اشرف على الرساله بتاعتي وفي اثناء بقى هتكلم عن موضوع الرساله وعلى موضوع اللعبه اللي عملتها وقتها عملت لعبه وقتها واللعبه دي كانت ناجحه جدا الحمد لله للاطفال سن ما قبل المدرسه بتعلمهم الحروف العربي على الموبايل بعد كده رحت المانيا عملت بدات دكتوراه هناك برضه في نفس المجال في ريسيرش جروب اسمه سيريس جيمز في دارمشتات ورحت بدات اشتغلت هناك سنتين وبعد كده رجعت وبكمل الدكتوراه من هنا انا في اخر سنه دلوقتي في المجال ده ومجال الايفالويشن اوف سيريس جيمز يعني ازاي ان احنا نقيم التفاعل مع سيريس جيمز عن طريق مالتي موديل داتا اناليسيس ده التيسيس بتاعتي وبروح بقى كل سنه اعمل برزنتيشن وان شاء الله المفروض دي اخر سنه في البي اتش دي بالنسبه لي. طيب ده هو الريسيرش جروب بتاعي في المانيا اسمه سيريس جيمز ريسيرش جروب في دارمشتات لو ممكن تشوفوني يعني انا تاني واحده في الصوره بس مش باينه قوي واول واحد في الصوره اسمه شتيفان جبل ده التيم هيد بتاع سيريس جيمز وهو اللي عامل الدايره دي والدايرة دي مشهورة قوي في مجال سيريس جيمز هي بتعرف ايه هو يعني ايه هي سيريس جيمز بطريقة مبسطة ان احنا بناخد الجيم تكنولوجي اللي هي الدايرة اللي في النص دي وبنستخدمها بنزود عليها حاجات من مجالات تانية عشان نطبقها على الدايرة الأوسع اللي هي ابلكيشن ارياز مختلفة كتير جدا في سيريس جيمز زي ما هنشوف دلوقتي دي لعبة حمزة اللعبة اللي قلت لكم عليها عملتها أيام الماجستير في 2012 وحطيتها على جوجل بلاي وفي خلال شهور كانت أوريدي فيها يعني هي حاليا دلوقتي أكثر من 100,000 مستخدم يعني وقتها كان ممكن أكثر من 50,000 أو حاجة في كام شهر ودخلت في نفس السنة يعني هي الجيم أنا عملته كل حاجة القصة وطريقة التفاعل وكل حاجة مبنية على الريسيرش بتاع الماجستير بتاعي يعني مفيش حاجة عملتها كده تجربة بس معظم الشغل في الجيم كله كان based on research يعني كان مبني على البحث ودي حاجة مهمة هتكلم عليها النهاردة إن شاء الله لما عملتها استعنت بالجرافيك ديزاينر طبعا بس انا كنت برسم لهم الحاجه يعني التصور كله كان في دماغي وهما كانوا بينفذوا معايا يعني انيميتر وجرافيك ديزاينر فبرضه لازم بيكون في جانب شويه في الاول ان عشان الحاجه تطلع كويس بتاعتها عاليه حتى لو الفكره حلوه انا يعني الفت كل الاغاني بتاعت اللعبه والفت كل السكريبت بتاعها والقصه بتاعتها وطريقه التفاعل والسكرين ديزاين والنافيجيشن كل حاجه بس برضه محتاجه حد يكون بروفيشنال في الديزاين عشان يطلع المنتج احسن يعني. دخلت فيها مسابقه في نفس السنه في شبكه الابتكار العربي وخدت جائزه تاني مركز في الانتربرينورشيب كاتيجوري وبعد والسنه دي دخلت برضه مسابقه اسمها اليكسو ابس على مستوى العالم العربي هم اختاروا الابلكيشن بتاعتي من ضمن اربعه على مستوى جمهوريه مصر العربيه هيدخلوا التصفيات النهائيه اللي على مستوى العالم العربي يعني كان بلد من العالم العربي عشان ان شاء الله في نوفمبر هيبقى التصفيات النهائيه ان شاء الله. طيب
ايه مفهوم سيريس جيمز؟ ايه الديفينيشن بتاعها؟ احنا قلنا ان هي احنا بنستخدم جيمز وبنستخدم معاها حاجات تانية عشان نوصل لهدف معين، والهدف ده ما يكونش مجرد متعة او مجرد انترتينمنت. طيب في فرق ما بين السيريس جيمز وحاجات تانية زي ديجيتال جيم بيست ليرنينج، انترتينمنت، ايدي جيمز. الثلاثة دول بيعبروا عن الالعاب التعليمية، ورغم ان هي دي الحاجه اللي انا تخصصت فيها، بس دي حاجه واحده بس للسيريز جيمز. سيريز جيمز اوسع واشمل بكتير. في عندنا الجيميفيكيشن، في ناس برضو بتتلخبط ما بين الجيميفيكيشن والسيريز جيمز. الجيميفيكيشن هي يعني بنحاول، هي حاجه اصلا مش جيم، واحنا بنحاول نخليها جيم عن طريق بروسيس معينه، بنزود عليها سكورز، بنزود عليها التنافس تبقى شبه الجيمز، لكن هي اصلا مش جيم. بس ده حاجة برضو كبيرة قوي في العالم حاليا، موضوع الجيميفيكيشن ده. بعد كده في سيميليشنز، في ناس كتير قوي بتقول ان السيميليشنز برضو بتحطها ضمن السيريس جيمز، بس هي مش كل السيميليشنز سيريس جيمز خالص. يعني في معظم السيميليشنز اصلا بتكون مجرد محاكاة لحاجة معينة او لسيتويشن معينة، مش شرط ان هي يكون فيها اي جيمينج المنتس خالص. فهنشوف دلوقتي برضو في انواع كتيره جدا من الجيمز. اول حاجه الادفر جيمز، ممكن ناس كتير تكون مش عارفاها. دي بتستخدم يعني دي العاب تسويقيه، يعني عشان تسوق لمنتج معين، تعمل ادفرتايزنج لمنتج معين. عندنا جيمز فور هيلث، دي بتكون مثلا عشان تشجع الناس على ان هي يبقى لها نمط حياه هيلثي، يعني صحي، او ان هي تتحرك. في جيمز كتيره قوي على البي والحاجات دي عشان الناس تتحرك، وحاجات مختلفة برضو بالنسبة للصحة. في بقى persuasive games، دي يعني عايز تغير فكرة الناس في موضوع معين، عايز تقنعهم بحاجة، عايز تغير طريقة تفكيرهم بالنسبة لحاجة، عايز تقنعهم بقضية معينة أو بفكرة معينة، هي دي ال persuasive games. وفي corporate training، ده مطلوب قوي في الغرب اكتر. الشركات بتطلب، يعني لما كنا في المانيا كانوا بيطلبوا مننا كتير ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده، ان هي بتدرب الناس على سكيلز معينه هم محتاجينها في الشغل. ممكن تكون الشغل نفسه اللي هيعملوه او الاله اللي هم هيستخدموها، سواء في الطب سواء في اي حته، او سيتويشنز معينه، سوفت سكيلز معينه داخل الورك بليس، داخل الافري داي لايف هيحتاجوها. لان معظم الشركات بتبقى الكبيره بتبقى مهتميه جدا بالجانب بتاع السوفت سكيلز. ففي هي في الحاله دي الشركات نفسها هي اللي بتمول السيريس جيم، فدي بتبقى حاجه كويسه ومربحه. يعني هما بيمولوا السيريس جيم دي كجزء من شغلهم. دي كانت بتطلب برضو كتير. البرين ترينرز دي بقى حاجه كبيره جدا حاليا دلوقتي في الغرب، يعني في اوروبا. هم بيهتموا جدا بكبار السن عشان هم عندهم كبار السن كتير، وهم يعني التمويل كله بيبقى متجه في الاتجاه ده، مش زي عندنا احنا التمويل اكتر ناحيه الاطفال وناحيه الصغار عشان احنا عندنا الاطفال اكتر، بس هم هناك بيهتموا جدا بالكبار. فعندهم برين جيمز دي هي لكل الاعمار، بس هي بالذات للكبار ان هي بتاخر الزهايمر، ويعني بتنمي القدرات الذهنيه للناس. فالناس بتبقى مهتمه قوي بالمجال ده، وفي جهات كتيره جدا هناك بتدعم الموضوع ده. بتبقى زي تدريبات والعاب وحاجات كده تنمي الذكاء. يعني كان برضو بيطلب مننا كتير برين ترينرز. في بقى الحاجات اللي ماشيه دلوقتي الفيرتشوال والاوجمنتد رياليتي زي ما اتكلموا عليها قبليه، ودي حاجات برضو بتستخدم كسيريس جيمز. من زمان بتستخدم في المتاحف، يعني من اول ما بدات بتستخدم في المتاحف. وفيه بقى حاجات جديده دلوقتي بقت متناول الجميع، يعني زي الجوجل كاردبوردز وكده، فبقى الموضوع بقى منتشر اكتر. برضو في حاجات تعليميه ظهرت، في ديزني بتستخدمه، في ديسكفري شانل، الحاجات دي كلها عشان تعلم الناس حاجات عن الطبيعه. ففي حاجات العاب برضو تعليميه طلعت على المجالات دي. اخر حاجه بقى، وهي دي الحاجه اللي احنا هنركز عليها النهارده، اللي هي الاديوكيشنال جيمز. ودي الحاجه اللي اصلا بتيجي في بال الناس اول ما بيسمعوا كلمه سيريس جيمز عموما، ان هي الاديوكيشنال جيمز، بس هي جزء من السيريس جيمز، بس يعني جزء كبير. ممكن بتعلم نوليدج، يعني ممكن هي بتعلم مواد علميه معينه، ممكن بتعلم سكيلز معينه، ممكن لغات، ممكن عن اماكن اللي هي بتبقى لوكيشن بيست برضه، اللي هي بتبقى ممكن يبقى داخل فيها الاوجمانتد رياليتي والحاجات دي. فدي تعتبر العاب تعليميه. لو بصينا هنا في ده في امريكا،
هنلاقي في اخر 5 سنين اكتر حاجه فيها نمو هي حته اللوكيشن بيزد والاوجمنتد رياليتي، بس ده مش اكتر حته فيها ريفينيو. يعني هو الريفينيو بالعكس، يعني هو النمو معناه ان هو دي حاجه جديده قوي داخله عليهم. اكتر حاجه فيها ريفينيو عندنا، يعني اكتر حاجه فيها دخل او مكسب عندهم، اول حاجه البرين ترينرز زي ما قلنا، عشان هم عندهم ايجينج سوسايتي فمحتاجين الكلام ده جدا. بعد كده هتلاقي على طول بعديها اللانجوج ليرنينج. بالنسبه للشرط الاوسط، اللانجوج ليرنينج هي اكتر حاجه عندنا، بالذات الانجلش ليرنينج. بعد كده في بقى النوليدج بيست والسكيل بيست سيريز جيمز. ليه هم توصلوا ان السيريز جيمز دي يعني طريقه ممتازه للتعليم، وليه ناس كتيره جدا من المهتمين بالتعليم بداوا ان هم يدخلوا في مجال السيريز جيمز او يدخلوا السيريز جيمز؟ يعني الموضوع بره منتشر جدا مش زي هنا، يعني داخل في مدارس وداخل على نطاق واسع. يعني فليه؟ عشان الجيمز اصلا بطبيعتها ان هي يعني ادكتيف، يعني الناس بتستمتع بيها، ممكن ما تحسش، ممكن يعني اطفال ممكن يقعدوا بالساعات قدام الجيمز وما يعملوش اي حاجه وما يحسوش اصلا بنفسهم. فدي حاجه مفيده جدا بالنسبه للليرنينج، ان هم يقعدوا فتره طويله قدام حاجه مفيده. طيب الانتراكتيفيتي، المالتي ميديا، كل الحاجات دي بتشدهم، بتشد الواحد تخليه اميرس في الحاجه اللي هو بيتعلمها دي، ودي حاجه مهمه جدا ان هو يكون مركز في الحاجه دي. البارنت بروسيسنج ده معناه ان ممكن يعني يمشي بالطريقه اللي هو عايزها، يختار التوبيك اللي هو عايزه، مش مقيد ان هو لا احنا هنبدا الحصه بكذا بعدين هناخد كذا، مش مقيد بسرعه معينه برضو في التعليم. يعني مش مقيد ان هو لو هو ما فهمش لسه التوبيك الاولاني ان هو يخش في اللي بعده، لا هو ممكن يمشي بالبيس بتاعه على حسب سرعته على حسب سرعه فهمه. عنده على طول في ريورد بيجي بسرعه، مش مستني لغايه اخر السنه لما يجيب درجه حلوه ولا حاجه، لا هو على طول في ساعتها بيتبسط لما يحل حاجه صح ويطلع له وياخد ريورد، ففي ساعتها هو بيتبسط، وده بالنسبه للاطفال بيبقى يعني موتيفيتنج جدا جدا. مش خايف ان هو يغلط، يعني المدرسه مش هتزعقله او مامته مش هتزعقله ان هو حل السؤال غلط، بالعكس هي الجيم بتشجعه ان هو يكمل وبيفهم غلطه وبيكمل، فبالتالي مش بيخاف انه يغلط، يعني بيجرب وبيجرب وبيجرب لغايه لما بيتعلم. بيبقى فيه منافسه، بيبقى فيه يعني حماسه ان هو يكمل، وبيبقى فيه خيال واسع، قصه. يعني مش بس الاطفال بيحبوا القصص، يعني حتى كبار الجيمز اللي بيبقى فيها قصص بتكسب اكتر. ف يعني الخيال والقصص والكلام ده حاجه يا ريت تهتم بيها، يعني بالنسبه للاطفال بالذات بتبقى حاجه مهمه جدا جدا. فعشان كده يعني توصلوا ان الايديوكيشن جيمز دي حاجه كبيره في التعليم، وان هي هتكون هي دي مستقبل التعليم اصلا. حتى لو بصينا هنا هنلاقي ان اكتر حاجه فيها النمو في اخر 5 سنين في التعليم هي الايديوكيشنال جيمز. وفي جيمز ايديوكيشنال بقت ناجحه اكتر من جيمز مش ايديوكيشنال، زي دراجون بوكس دي مور بوبيلر ذان انجري بيردز، يعني في البلد بتاعتها يعني، او عموما حتى ان هم يعني لقوا ان في لا ده يعني الموضوع عليه طلب جامد، مش مجرد طالما هي لعبه حلوه فعلا فهيبقى عليها طلب جامد زيها زي اي جيم ثانيه. لو بصينا هنا هنلاقي ان في اخر 5 سنين بالنسبه للشرق الاوسط اكتر نمو تقريبا في العالم في مجال الايديوكيشن جيمز. النمو ده برضه زي ما قلت تاني مش معناه ان هو اكتر دخل، لا هو معناه ان في المستقبل هيبقى لها مكان كبير عندنا زي ما هي دلوقتي لها مكان كبير بره، ودي حاجه يعني مبشره جدا في مجال السيريز جيمز. وهقول لكم برضه ليه تقريبا، يعني ليه الموضوع عندنا احنا كده ماشي بسرعه قوي كده. يعني انا كنت عايزه اقولها في سلايد ثانيه، بس هي احنا زي ما قلت لكم عندنا الاطفال وعندنا الاستثمار في تعليم الاطفال مهم جدا. هم عندهم اكتر البرين ترينرز والكلام ده، لكن احنا عندنا الاهالي بيدفعوا، يعني وفي بلاد عربيه معاها فلوس وبتدفع كتير في الحاجات دي، فالموضوع ماشي، مش يعني الموضوع فعلا في تسارع يعني عندنا. بالنسبه للليرنينج تكنولوجي برودكت تايب، طريقه التعليم المختلفه، برضو لو بصينا هنلاقي ان الدخل في 2021 هيبقى حوالي 7 مليار
11 من... انا عارفه ان الارقام اقل طبعا من الجيمنج اندستري اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بس هي في تزايد جامد جدا. الجروث ريت بتاعها جامد جدا. عندنا جروث ريت هنا 22% مثلا في الجيم بيز ليرنينج. عندنا سيميليشنز 11 و19 الموبايل ليرنينج. احنا هنا انا نسيت اقول برضو، يعني انا قلت ان الميدل ايست اكبر نمو بس اقل دخل، بس حتى اقل دخل ده مش قليل، يعني 81 مليون دولار في العالم كله بالنسبه للايديوكيشنال جيمز 5 مليار دولار، وهيبقى في 2021 زي ما قلت هيبقى حوالي 7 مليار في جيم بيس ليرنينج بس، غير الحاجات التانية كتير في الليرنينج اللي موجودة دي. طيب بالنسبة برضو للدخل، يعني لو بصينا هنا في الاستثمار العالمي زايد ازاي لغاية، يعني ده الـ first half بس of 2016، ده النص الأولاني بس من 2016 كان في 325 مليون دولار ل 37 جيم بيس ليرنينج كومبانيز في العالم. ده يعني ده بيبين قد ايه الموضوع متسارع جدا. ولو بصينا برضه على الفتره المقبله هنا لغايه 2021 هنلاقي ان تقريبا كل سنه بيزيد بمعدل 20% او اكتر، 22% تقريبا. يعني الموضوع في تسارع متزايد، وده اللي انا كنت عايزه اوصله لكم النهارده، يعني ان هو مش مجرد بس رساله بنقدمها، لكن هو برضو مجال كبير جدا في البيزنس. ده بالنسبه للميدل ايست. عندنا هيتضاعف 3 مرات في 2022 الدخل بتاع السيريز جيمز في الميدل ايست، 30% تقريبا الجروث ريت بتاعه السنوي، مركزه في تركيا ومصر والسعوديه والامارات، وفي برضو في الكويت والاردن برضو عندهم جروث ريت عالي، والكويت والاردن ولبنان، وفي طبعا بلاد تانيه يعني، بس دي اكتر حاجات. وفي هنا برضو مكتوب هنا الانجليش لانجويج ليرنينج زي ما قلت بيعلى اكتر حاجه عندنا، هو اعلى حاجه في الميدل ايست الانجليش لانجويج ليرنينج، دايما بيبقى في التوب سيلينج بتاع الابس كمان بالنسبه للدول العربيه. وزي ما قلت في طلب عالي على الحاجات الموجهه للطفل والارلي تشايلدهود. ده في امريكا عندنا اكتر حاجه البرايمري ايديوكيشن اللي هو ابتدائي، وبعديه البري سكول. ده بالنسبه للنمو، أو لا النمو اعلى حاجه في البري سكول، بعد كده برايمري ايديوكيشن، بعد كده سكندري ايديوكيشن. التيرشري ايديوكيشن اللي هو في الجامعه هو اكتر نمو، بس هو اقل، هو والبري سكول اقل ريفينيو هناك، لكن احنا عندنا على فكره الريفينيو بتاع الايرلي تشايلدهود اكتر. يعني انا قريت في الريبورت في الميدل ايست اكتر حاجه عليها طلب الايرلي تشايلدهود، بس هو عموما كايديوكيشنال جيمز عموما هي فيها نمو عالي جدا عندنا. بالنسبه للستارت ابس لو بصينا على انجل هنلاقي الليست بتاع الستارت ابس حوالي 900 ستارت اب، زادت من اقل من 600 في 2015، كلهم متخصصين فقط في الايديوكيشنال جيمز، وده بيبين ان هو يعني في خلال سنتين زادت زياده كبيره حوالي يعني تضاعفت مره ونص، فده بيدل ان في ستارت ابس كتير بتكسب من الايديوكيشنال جيمز. واللي على الجنب الناحيه الثانيه دول حاجات يعني في العالم العربي، طبعا في العالم العربي قليله ستارت ابس، بس في حاجات يعني اللي تحت ده دول في مصر، الثلاثة اللي تحت أو الأربعة اللي تحت دول في مصر، يعني دول حاجات شوية حاجات أنا لقيتها، أكيد في حاجات تانية معرفهاش، واللي فوق ده تقريبا في الأردن، بس في يعني في البلاد العربية في حاجات كبيرة كتير، أنا حاولت بس أجيب من مصر على قد ما أقدر. بالنسبة للموبايل، يعني إيه البلاتفورم اللي عليه أكتر ده؟ هو الموبايل بفرق شاسع يعني بالنسبة للإيديوكيشنال جيمز. لو بصينا هنا يعني هنلاقي فرق رهيب، يعني في هنا ده في امريكا الايديوكيشنال جيمز
التوتال بتاعها 800 مليون دولار، منهم اكتر من 700 مليون دولار في الموبايل بس، بالنسبه الباقي هو البي سي والويب والكونسول ايزي جيمز. فالموبايل بزنس مهم جدا في الايزوكيشنال جيمز، وده ليه؟ لان يعني جوجل بلاي والاب ستورز والحاجات دي خلت الموضوع يعني مش مجرد بس كمان تقنيات الموبايل زادت، لا كمان ان هي بتسهل قوي موضوع توزيع الالعاب وموضوع المونتيزيشن اوبشنز يعني، وان احنا نقدر نعمل ابديتنج على طول كل ما نلاقي اي مشكله، وان احنا نقدر ناخد ستاتستكس من الناس، ونقدر نعمل ستارت اب بسرعه جدا مش محتاجين اي مجهود، ونقدر نعمل ماركتنج بطريقه سهله. فدي كلها حاجات خلت الموبايل اندستري بالنسبه للايزي جيم تبقى يعني بلا منافسه، يعني هي اول حاجه. زي ما القبليه برضو اتكلموا عن الماركتنج، قالوا في طرق كتير للمونتيزيشن بالنسبه للماركتنج، يعني ممكن الاب نفسها تبقى جواها اعلانات، او ممكن تكون هي نفسها بيد ابس، ممكن يبقى في حاجات تتشرى جوه الجيم، ممكن نعمل سبسكريبشن يعني كل شهر ندفع اشتراك بالنسبه للاشتراك. وعلى فكره يعني في بلاد عربيه كتير بتدفع في الحاجات دي، مش قليله يعني. وبالنسبه لو حد مش عايز يخليها تبقى بيد ابس، احنا بس لو بصينا هنا تحت هنلاقي ان الايديوكيشنال جيمز الايديوكيشن بالذات معظم الحاجات فيها بيد ابس اكتر من الحاجات التانية. يعني الجيمز العاديه قليل جدا فيها البيد ابس، الناس مش مستعده ان هي تشتريها، يعني ممكن تشتري حاجات من جواها بقى بعد ما تدمنها وكده تضطر ان هي تشتري، فالموضوع ده بيمشي معاهم كويس. في الايديوكيشن لا، البيد ابس بتتشرى يعني بتتشرى من الاول. في فرق كبير جدا لو بصيت ما بين الايديوكيشن، هي مش واضحه قوي، بس ما بين الايديوكيشنال والحاجات الثانيه ان الناس بتدفع فيها. حاجه ثانيه برده كنت عايزه اقولها هنا، ان ممكن اصلا تبقى فري، يعني انا الجيم بتاعتي كانت فري عشان كده انا بقول لكم، يعني انا ما خدتش منها فلوس، بس هي في حاجه يعني حتى انا برضه بفكر اعملها. انا ليه خليتها في دي اصلا؟ عشان انا لو حطيت فيها اي ادفيرتسمنت، انا اولا كنت عاملها لي بحث، كنت عايزاها تنتشر على اصلا نطاق، فطبعا مش هينفع اعملها بيد ابس خالص. تاني حاجه ان لو حطيت فيها ادفيرتسمنت، انا اصلا كنت مهتميه جدا باليوزابيلتي وان الولاد يستمتعوا بيها وان هم يستفيدوا منها. لو حطيت فيها اعلانات كل شويه الطفل هيدوس بالغلط على الاعلان وهيبوظ كل الموضوع، فما ينفعش برضه احط فيها اعلان. ففي طرق ثانيه بقى خالص موضوع الايديوكيشن بالذات الاطفال، وهي موجوده ريليفنت هنا عندنا في الوطن العربي اكتر من بره شويه، ان ممكن اصلا الجيم نفسها تبقى مجرد دعايه بس لمنتج تاني. يعني ممكن الجيم هي هتتعلمه منه، ولما يبقى معروف ويعرفوا الكاركترز اللي فيه ويحبوها، ممكن يبقى فيه كتب، ممكن يبقى فيه مجلات، ممكن يبقى فيه حاجات كتير تتباع. زي مثلا كده طيور الجنه كده، يعني هم في القناه بتاعتهم ممكن ما بيكسبوش كتير معرفش، بس هما بيعملوا بقى حاجات تانية، بيعملوا مش عارف شنط وكتب ومش عارف حاجات كتير كده، ويعملوا عليها دعاية على القناة، والناس والأطفال خلاص عرفوا تيجي الجنة فبيشتروا الحاجات. فهي نفس الحاجة، يعني لو واحد عامل أبلكيشن لها شخصيات حلوة جذابة للأطفال هيقدر برضه يكسب بطرق مختلفة كتير، ممكن يعمل حاجات بنفس الديزاين اللي هو دفع فيه أوريدي، في الجرافيك ديزاين اللي هو دفع فيه في الجيم، خلاص الديزاين موجود عنده، فممكن يعمل بيه حاجات كتير قوي. فهي دي الفكرة اللي أنا برضه بفكر إن أنا أعملها إن شاء الله. يعني زي ما قلت على اللعبه بتاعتي، ان هي وصلت حوالي اكتر من 125,000 مستخدم، متركزين اكتر حاجه في السعوديه، وبعد كده عمان، وبعد كده مصر والعراق والامارات. رغم ان انا كنت عاملاها اصلا في الاول باللهجه المصريه، يعني كنت تارجتنج مصر، بس هي اكتر حاجه السعوديه، وكان بيجي بقى طبعا كتير جدا احنا عايزينها تبقى باللغه العربيه الفصحى، فعملت باللغه العربيه الفصحى وعملت بالانجلش، عملت كذا لغه زياده، بس هي اكتر حاجه مشيت في الاخر هي اللغه المصريه اللي كنت عاملاها في الاول، لان الاغاني وكل حاجه كنت عاملاها كانت يعني ممتعه، وحتى لما خليتها باللغه العربيه كانت حلوه، بس ما اعرفش يعني ممكن الناس ما عرفتش ان انا عملت حاجه باللغه العربيه بعديها الفصحى يعني، فكان اوريدي الابلكيشن دي هي اللي انتشرت اكتر يعني. وطبعا كان بيجي لي كتير جدا ان احنا عايزينها من غير موسيقى، فعملت برده نسخه من غير موسيقى، النسخه اللي كانت اللغه العربيه الفصحى من غير موسيقى. المهم يعني ان الواحد يحاول يرضي جميع الاذواق، هو ممكن حاجه تكون هو بالنسبه له مش شايف ان هي صح يعني، بس هو في الاخر برضو لو بالذات لو انتوا عايزين تو ميك ماني يعني، فبرضو لازم تحطوا في اعتباركم ان مش كل الناس زيكم بيفكروا زيكم، فبرضو تشوفوا ايه الطلب على ايه وتحاولوا ان انتوا تعدلوا فيه. يعني هي حتى برضو قناه سوري جانا هي عامله برضو قناه ثانيه على اليوتيوب من غير موسيقى. والريفيوز حوالي 600 بمتوسط 4.4 ريفيو، يعني ريفيو
جالي فيدباك حلو جدا من الناس يعني ريفيوز بتهدر يعني حاجات حلوه جدا كلهم بيشكروا جدا في الجيم الحمد لله ويعني نجحت نجاح كويس قوي. طيب بالمناسبه انا ما دفعتش حاجه خالص في الماركتنج فهو ده اللي برضو كنت عايزه اتكلم عليه هو انت ممكن تدفع في الماركتنج وبرضو ما تكسبش على فكره يعني لان هي لازم الجوده تبقى عاليه يعني لازم الجيم تعجب الناس ولازم تعجب الاطفال ولازم يستخدموها ممكن تدفع كتير ومش برضو مش هتجيب حاجه يعني او ممكن تجيب في الاول لو دفعت كتير في الماركتنج ممكن تجيب في الاول بعد كده برضو الناس هتجربها وتكتشف ان هي مش حلوه وهتعملها على انستول تاني فما استفدتش حاجه قوي فالجوده مهمه جدا طب ازاي بقى الجوده يعني حاجه مهمه قوي احنا بنتنافس مع ايه يعني الاطفال دلوقتي بيلعبوا بايه او عموما سيريس جيمز انا مش بتكلم مع اطفال بس عشان انا تخصصي الاطفال بس الناس بتلعب ايه بتلعب جيمز حقيقيه يعني جيم فمش هنيجي نتنافس معاهم ونحط لهم شويه فلاش كاردز وشويه كويزز ونقول لهم دي جيم هي مش جيم يعني احنا مش هنضحك على نفسنا هي لازم تكون جيم لازم تكون ممتعه لازم تكون فيها كل الاليمنتس اللي موجوده في الجيم اللي بتبقى ممتعه للاطفال او للكبار حتى عشان يحسوا ما يحسوش ان هم بيتعلموا يعني الاطفال اذكياء برضو يعني الكبار ممكن يضغطوا على نفسهم ان هم يلعبوا لعبه عشان عارفين ان هم هيتعلموا بهدف التعلم عادي يعني انا ممكن انزل ابلكيشن هي مش ممتعه خالص بس انا عايزه اتعلم حاجه معينه فخلاص يعني هستحمل لكن الاطفال مش هيستحملوا ومش هيكملوا ومش هيلعبوها وهيروحوا للعب اللي هم بيحبوه في الاخر فمش هنضحك على نفسنا فهي لازم تكون جيم مش هندي للطفل بروكولي ونحط عليه شوكليت ونقول له هي حلوه يعني كلها هو عارف ان هي يعني شايف البروكولي وحاسس بطعمه ويعني لا هو لازم يكون شوكليت يعني حتى لو حطينا جوه بروكولي هنخبيها بطريقه معينه ما تكونش باينه ولا شكلها ولا طعمها برده ما ينفعش تكون شوكليت بس ما ينفعش الجيم يبقى مجرد انترتينمنت للاطفال خلاص يبقى احنا كده برده مش هنعملهاش سيريس جيم ما تعلموش حاجه في الاخر وقعدوا يلعبوا بيها كل يوم طب احنا ما استفدناش الحاجه اللي احنا كنا عايزينها فلازم يكون فيها تعليم فهي دي اصعب حاجه بقى في المعادله ازاي نعملها صح ازاي يتعلموا وازاي في نفس الوقت يحبوا الحاجه اللي هم بيعملوها سيمليس ليرنينج يعني الليرنينج موجود جوه اللعبه مش محسوس بيه اكنه ما بيتعلمش هو مش حاسس ان هو بيتعلم هو حاسس ان هو بيلعب ومش برده في ناس بتعمل ايه تاخد جيم دي حاجه على فكره في العالم كله يعني جيم معينه في ناس يعني في اونلاين حاجات بتقدم خدمات زي كده ان هي تقول لك انا عندي جيم وانت تقدري تدخلي فيها اي حاجه اديوكيشن انت عايزاها في النص وتاخديها وتبقى جيم اديوكيشن هي في الاخر بتبقى ازاي؟ بيبقى بيلعب وبعدين يقف في حته يقول له لا مش هخش الليفل اللي بعده غير لما تجاوب على السؤال ده فهو بيوقف اللعبه خالص عشان يجاوب على السؤال فطبعا بالنسبه له الليرنينج ده حاجه مستفزه جدا في وسط اللعبه يعني هو بيلعب بعدين عايز يكمل فلاقي سؤال طلع له مش هتمشي غير لما تجاوب على السؤال فبرده مش هو ده المفهوم مش هو ده المفهوم بتاع السيريس جيمز لا هو لازم يكون ايه الحاجه هو فعلا ما بيخشش الليفل اللي بعده غير لما يكون فهم خلاص المفهوم ده ولعبه وكسب فيه بس هي مش كده يعني هو لازم يكون مش حاسس يعني لازم تكون جزء من اللعبه نفسها والفيدباك على الاجابه بتاعته بيجي له من خلال اللعبه مش بيجي له بيقول له لا غلط الاجابه لا هو بيكتشف جوه الجيم ان هو كده مش هيعرف يكمل عشان هو عمل حاجه غلط جوه اللعبه دي حاجه جوه اللعبه جوه الديزاين بتاع اللعبه من اول ما اتعملت من قبل ما تتعمل التفكير ده موجود من الاول مش باين يعني جوه اللعبه مش باين عايزاكم تكونوا بس فهمتوا الحته دي عشان دي حاجه مهمه جدا وللاسف بالذات الحاجات العربي يعني مفيش خالص الكلام ده مفيش خالص يعني معظمها مفيش يجوا يقارنوا الاطفال يجوا يقارنوا الالعاب العربي بالالعاب الانجليش لا طبعا الانجليش احلى وممتعه اكتر وفيها جيم يعني معظم الحاجات اللي هي التوب سيلينج يعني حاجات جيمز بجد يعني الولاد بيتبسطوا بيها الكبار كمان يعني ممكن يستمتعوا بيها ان هم يتعلموا حاجه وهم بيلعبوا لكن يجوا يشوفوا الحاجات العربي لقوها لا يعني دمها تقيل جدا فده برده كان من الحاجات اللي شجعتني قوي للموضوع ده يعني ده ريسيرش بتاعي انا يعني ده كان بيقارن الالعاب الانجليش والالعاب العربي في مرحله ما قبل المدرسه تعلم الحروف ولقيت يعني عملت سيرفيز وعملت انترفيوز وعملت مقارنه عن طريق ايفالويشن كده كان موجود كرايتيريا كده كانت موجوده لقيت فرق شاسع ما بين الحاجات العربي طبعا والانجلش ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي لمشكله ان هي بتاثر على الهويه بتاعتنا بعد شويه
يعني تلاقي الاطفال، انا لما عملت تيستينج وعملت ايفالويشن في الاول خالص قبل ما ابدا حتى، تلاقي الاطفال عارفين حروف الانجليش اكتر من العربي، عارفين يقولوا حرف اسمهم بالانجليش، عارفين يكتبوه احسن من العربي، لان هم يعني بالذات في وسط اجتماعي معين، يعني هم شايفين ان الحاجات اللي هم بيشوفوها اي حاجه لها علاقه بالعربي ممله جدا، وزي ما قلت دمها تقيل جدا، اي حاجه سواء كان في المدرسه او كده فرق كبير جدا. طب نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين دلوقتي نحل المشكله دي. ما ينفعش نروح نجيب حاجات اجنبيه ونسرقها، وما ينفعش برضو نجيبها ونترجمها وخلاص. لا، لو احنا عايزين ناخد لايسنس لحاجه لازم نعمل يحصل لها حاجه اسمها لوكاليزيشن، يعني لازم ان هي تدخل فيها الهويه بتاعتنا وتبقى باينه ان هي دي حاجه تبعنا احنا وموجهه لينا احنا. اللوكاليزيشن ده بالمناسبه مهم جدا للمونيتايزيشن كمان، مهم جدا اللي عايز يكسب في العالم العربي او في اي حاجه لازم يكون عامل الديزاين موجه للفئه اللي هو بيوجه ليها اللعبه دي، مش لاي حد. يعني لو شفتوا هنا هتلاقوا في حاجه اسمها حرب الشباشب تقريبا، زي ما متاكده ان هي في كيس كويس. فيعني حاجه مننا، يعني حاجه، يعني مش قصدي ان الشباشب مننا، بس انا قصدي يعني حاجه بترفلكت الكالتشر. فعشان نعمل بقى حاجه فعلا تبقى الجوده بتاعتها عاليه، انا عملت ريسيرش كتير زي ما قلت وانترفيوز وحاجات، وتوصلت لحاجات معينه لازم تكون موجوده في الايديوكيشنال جيمز عشان تبقى ناجحه، وعشان بالنسبه بالذات للموبايل والاطفال ان هي توصل. يعني والحاجات دي نشرتها، وهي يعني لازم تبقى فيها فن، لازم فيزيبيليتي موبيليتي، لازم ليرنينج طبعا يبقى موجود، ولازم تبقى موجهه للفئه ومدروسه كويس جدا. الموضوع مش فهلوه مصريه، يعني هو لازم يكون فيه ريسيرش ولازم يكون فيه دراسه، ايه هي الحاجه اللي هتنفع وايه الحاجه اللي مش هتنفع، مش هينفع نقعد نجرب كتير. ده جزء بس من الفريم ورك، يعني انا مش هشرحه، بس انا هو مش مقضي في السلايدز، يعني هو كبير جدا، في عشان كده بقول لكم هو يعني حاجات كتيره جدا جدا وتفاصيل كتيره جدا لازم ناخد بالنا منها لما نعمل حاجه زي كده، والموضوع مش مجرد كلمه تانيه. ودي اخر حاجه بقى كنت عايزه اقولها. طبعا زي ما قلت الموضوع فيه تحديات كتير مش سهل، يعني لازم في الديزاين زي ما قلت في حاجات كتيره جدا لازم نراعيها عشان نوصل ان احنا نعمل فعلا برودكت الكواليتي بتاعته عاليه وينافس الجيمز الثانيه. وطبعا في تشالنجز اللي انتم كلكم عارفينها بتاعت الفاندنج والبادجت والكلام ده كله، وبتبقى اكتر في السيريز جيمز طبعا عشان هي ما بتبقاش شركات كبيره دايما، حتى بره بتبقى دايما حاجات اصغر بكتير طبعا من الجيم، من جيم كومبانيز يعني الاسماء المعروفه. وطبعا زي ما هم قالوا قبل كده الماركتنج مهم جدا والبزنس موديل مهم جدا. بس شكرا استمعتكم وخلينا نتكلم. في جزء فيها يعني علم النفس او سايكولوجي او تجارب بمعنى اصح، فعشان اوصل ان عشان اعمل جيم كويسه للاطفال لازم يكون عندي في الاختبار، عشان اوصل لدي اظن ان هو صعب شويه. ودي حاجه كانت من الحاجات اللي انا حطاها هنا برضو في التشالنجز، ان هو بيكون لازم يكون في انتر ديسيبلينارتي في التيم بتاعك، ان يكون في اديكيتر سبجكت ماتر اكسبرت، حد متخصص في المجال ده. لو يعني انا عن نفسي عشان كنت بدرس برضو اطفال فكان عندي خبره في المجال ده وقريت فيه كتير جدا وعملت ريسيرش فيه، وبعد ما وصلت للريسيرش وببلشت ريسيرش بنيت عليه بقى الجيم، مش يعني برضو مش اللي هو اصل الموضوع مش شويه فلاش كاردز وكده، لا هو لازم فعلا نكون فاهمين الطفل بيفكر ازاي زي ما قلت وبيتعلم ازاي وايه احسن طريقه تعلمه. فلا لازم فعلا نقرا في الكلام ده لو احنا حتى ما عندناش يعني ان احنا نقابل حد تعمل انترفيو مع حد، اكيد في حد مثلا ممكن يكون من معارفك مدرس او لو في الماده دي طبعا لازم تقعد معاه ولازم تتكلم معاه، وانا عملت كده برضه. يعني انا رحت عملت انترفيو مع ناس كتيره جدا قبل ما ابدا وسالتهم على احسن طريقه، وقعدت ادور اصلا في طرق كتيره جدا لتعليم اللغه العربيه، في مناهج كتيره جدا، عملت تشابتر بحاله في التيسيس بتاعتي على الموضوع ده، مناهج التعليم العربي وبتبدا بايه وبتمشي، يعني تقريبا شبه تخصصت في المجال يعني، ورحت جامعه التربيه وشفت الابحاث اللي فيها كلها برضه. ف يعني هو طبعا حاجه مش سهله، يعني هو بيجمع ما بين حاجتين،
في زي ما قلت سيريس جيمز مش مجرد اديوكيشنال جيمز، فاي حد عايز يعمل نوع من انواع السيريس جيمز لازم هو اوريدي هيكون عنده اكيد باشن للموضوع ده وشغف للموضوع ده، فهيكون عنده فكره مبدئيه وحابب اصلا يتعلم المجال ده. شكرا. تمام ماشي، شكرا دكتور ليلى.